السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوات، بغيت نوريكم هذا الجي بي صغيرة. هذه تعام قد البنية، عندها عام هكذا باش ما نطولش الفيديو لخاطر الفيديو قصير جدا، والبلاصة ما عنديش في التليفون. هكذا نبقى نشرح كما قلت لكم المرة اللي فاتت، نديروا الألوان. الألوان نشوفوا أنا شيت في الأخضر والفاتح وهذا الغوز هذا ولا برتقالي. درت ربع سطور بالأ إكس وسطرين بالفلاش، يعني نخلو الأ إكس مكلونشي هكذاك، ونزيدو ربع سطور بالأ إكس سطرين فلاش هكذا. البوسوارات أو الضواغط هكذا، ولازم لنا الماشينة اللي تكون يعني عندها هذو يعني الليبيك، يعني الليبيك هذا يكون عندها أربعة مثلا ولا اثنين، حتى يقدر اثنين نقدروا نخدموا بها. ولكن اليوم ما درناش ربع ألوان، درنا غير زوج ألوان. لي ميزيغ تاع الجي بي هذه انا درتها عندها عام. الاخوات انا درتها 65 في هذا الغوز من تحت لهنا، لا درت 65 من تحت لهنا، ندير 65 في العرض، ندير 70 عين، يعني منا حتى لهنا 70 عين. اللي يبغى يخدمها شويه كبيره يزيد، اللي يبغى يديرها شويه طويله فاني يزيد. ولكن هذه هي يعني هذا هو خمال الفيديو، يكمل الليل يكمل الليل، المهم معليش. كيما بقات الصوف نشرو الصوف كيف يعني، من ماشي من لون واحد ولكن من سمك واحد، يعني ما تكونش غليظه، تكون كيف في الغلط يكون كيف، ما نشروش وحده غليظه وحده رقيقه، لازم يكونوا كيف هكذا باش يعطينا هذا الغرزه هذه وهذا الغرزه.